في أول أيام الحجر الصحي العام اللي أعلنت عنه حكومة المشيشي، وتزامنا مع الاحتجاجات والغضب الشعبية وحالات من العصيان المدني وإحراق لمقر النهضة في جمال، رئيس الحكومة ورجل حركة النهضة في السلطة التنفيذية هشام المشيشي ينظم وليمة فاخرة فيها كل الأصناف على شرف ثلة من الإعلاميين باستخدام المال العام. الهدف من هذه الوليمة هي خلق ماكينة إعلامية جديدة تقنع الشعب الجائع بالصبر على الجوع والفقر والدونية، وبالصبر على الأداء الكارثي لحكومة المشيشي وتبرير جميع الإخفاقات اللي صايرة، وكذلك بالتمهيد لقبول الشروط المجحفة لصندوق النقد الدولي وقبول سياسات رفع الدعم وتسريح الموظفين والعمال وتقليص الكتلة العامة للأجور. على خطى يوسف الشاهد يمضي هشام المشيشي في محاولة لخلق غطاء إعلامي يزين له صورته ويحصل له ويسوق لأدائه السياسي ويغطي على إخفاقاته. للأسف تعودنا من الطبقة الإعلامية التونسية وخصوصا من الأسماء اللي حضرت في هذه الوليمة في الـ10 سنوات الأخيرة، إنه ما تحاولوا من إعلاميين دورهم هو إيصال الحق وإيصال صوت المظلوم وصوت الشعب، تحولوا إلى منصات للسبونسورينج والدعاية الإعلامية والتشويه والثلب، وعلى طريقة لاعبي كرة القدم يلعبوا بقميص وبألوان من يدفع لهم أكثر. لذلك لا نستغرب أن يطلوا علينا غدوة في المنابر والإذاعات ويقولوا للقهوجي وللتكسيسي وللحرفي وللشعب المقهور: أنتم غالطين وأنتم حمقى كالعادة، ويجب عليكم أن تقبلوا بكل القرارات الارتجالية والقرارات الغير مدروسة. وعلى طريقة فيلم صرخة نملة عليكم أن تموتوا في صمت دون حتى الحق في الصراخ والأنين. وفي جديد حركة النهضة، طالب القيادي في حركة النهضة والمقرب من راشد الغنوشي والمتهم برئاسة الجهاز السري للحركة النائب سيد الفرجاني في تدوينة له على موقع الفيسبوك في صفحته الرسمية بعزل رئيس الجمهورية قال سعيد، وجاء في نص التدوينة: أطالب زملائي النواب في المجلس أن نتعامل مع السيد رئيس الجمهورية بتأويله فيما يخص المحكمة الدستورية، وفي انتظار انتهاء عدته فإننا يجب أن نجمد شرط المحكمة الدستورية في كل المسائل الأخرى بما في ذلك شرط عزله عند توفر الشروط، ويصبح الأمر لا يستوجب المحكمة الدستورية. في هذه التدوينة سيد الفرجاني يكشف عن السبب الحقيقي لتمسك حركة النهضة بقيام المحكمة الدستورية، خصوصا أنها هي من عطلتها بالأساس لمدة سنوات، والسبب الحقيقي هو عزل رئيس الجمهورية للتخلص من أي صوت معارض في السلطة التنفيذية والانفراد بقيادة البلاد لوحدها. إحقاقا للحق لازم نحييه السيد الفرجاني على الصراحة متاعه والتحدث بوجه حقيقي والكشف عن النية الحقيقية لتمسك حركة النهضة بالمحكمة الدستورية دون الالتجاء إلى المراوغات والحيل الكلامية من نوع مرفق دستوري ومرفق ديمقراطي وشرعية انتخابية واختيارات الشعب وكل من هذه العبارات اللي تعودنا بها من الأبواق الإعلامية النهضوية. نعود إلى الحيل الكلامية والتلاعب بالمصطلحات، حيث ظهر على الساحة السياسية أخيرا مصطلح الدبلوماسية الحزبية، وقال نوردين البحيري في تدوينة على صفحته الرسمية على الفيسبوك: في إطار الدبلوماسية الحزبية وما يعتزم رئيس الحركة الأستاذ رشد الغنوش القيام به من زيارات لعواصم عربية وغربية، تسجل حركة النهضة بإيجابية نتائج الزيارة الناجحة التي تمت إلى دولة قطر الشقيقة لتعزيز التعاون بين البلدين والرفع من الدعم الاقتصادي والصحي. نحيي نور الدين البحيري على الكلمات الجميلة والرنانة، لكن ما يسمى بالدبلوماسية الحزبية لا يأتي في إطار خدمة الوطن أو الشعب أو خدمة الاقتصاد التونسي، بل يأتي في إطار معركة كسر العظام مع رئاسة الجمهورية. تحركات رشد الغنوشي تأتي في إطار إبراز أن البرلمان هو الطرف القوي في المعادلة، هو من يختار السياسة الخارجية لتونس، والتحركات هذه
أيضا تأتي في إطار منازعة قيس سعيد على صلاحيته في إدارة الشأن الخارجي وشأن السياسة الخارجية لتونس. ورسالة اللي يحب يوصلها الغنوشي إلى قيس سعيد أنه زيارتك الأخيرة إلى مصر وتحركاتك ما عندها حتى قيمة، ما زالت أنا الطرف القوي في المعادلة وأنا من أحدد في أي جانب تصطف تونس. أما عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر وفي آخر ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي فقد فتحت النار على الجميع. فسر لي كيفاش ليلة 119 الوفاة ما تقروش الحجر الشامل وتكتفيه بحكاية التراث، ووقت اللي عندك 69 حالة وفاة تعمل لي الحجر الصحي الشامل وتضحي مرة واحدة بقطاعات اقتصادية اللي اليوم باش تجوع واللي اليوم ماهوش من باب المزايدات، راهو خالتي حليمه وقرن الفلفل، تعرفونا احنا ماهوش هذا لغتنا، لكن بالحق عباره واحد قمرته وقتاش فما قطاعات الميسره نتاعها، فما قطاعات الميسره نتاعها من 27 حتى للعيد، فما قطاعات توا تتحرك عام كامل ما تخدم حتى شيء، تستنى في الاسبوع الاخريني نتاع العيد. وجيتوا عملتوا الاجراء هذا وانتم عندكم توا قداش من شهر وانتم تقولون حجر شامل ليه، والبلاد لا تحتمل والوضع الاقتصادي لا يحتمل وما صارتش كارثه تبرره حسب الارقام اللي انتم تعطيو فيها. انا بالطبيعه ما نجم نحكي كان على اللي انتم تعطيو فيه. اللي فما ناس كريها مش خالص لاخر الشهر خاطر تستنى في الجمعه هذه باش تخدم، وكان بيالتها مش خالصه تستنى باش تخدم، وما تقوليش جمعه ونضحيه خاطر انت وصلتنا للوضع هذا انك ما جبتش التلقيح وانك خليتنا ضحكه بين الدول، وانكم قعدتوا تتعاركوا شكون رئيس القوى المسلحه وشكون يفطر مأدوبه الافطار اللي الشعب ما لقاهاش المأدوبه هذيك، توري فيه في روحك اللي انت قاعد تفطر، يعني رئيس حكومه قرارات اعتباطيه وغير متلائمه وغير منطقيه، احنا ما نفهموش في الطب. رئيس جمهوريه قاعد عدينا رمضان كامل شطته لنا وهو قائد القوات، قائد القوات في بيننا بيه قائد القوات، وانا نراو في المعارضه باش يقتلوها، وانا نراو في الشعب جيعان، وانا نراو ما حركتش ربع تليفون ما حركتوش باش تجيب لنا طرف تلقيح، تخلي فينا لك شيخ الارهاب باش يقعدوا جماعته يقولوا لنا راهو قطر باش تجيب لنا زوز ملايين جرعه وباش يخلصوهم علينا. ذليتونا، هنتونا، حقرتونا، مرمتونا، وين باش توصلوا بيه الشيء هذايا وتكذبوا علينا من الفوق؟ لانه اللي تعملوا فيه هذايا ما يجيش، وهذا يلزمكم تراجعوه. اعملوا قرارات منطقيه، الشعب التونسي ذكي ويعرف يطبقها. اليوم عندك انت لوتيكا وقفت وقالت لك انا طالبه انك تخلي المهن تخدم. عميد المحامين وقف لك وقال لك المحامين يتعداوا من غير تراخيص. انت كحكومه ما جاوبتش على لوتيكا وما جاوبتش على عميد المحامين وما جاوبتش على الشعب اللي اليوم اعطاك أسوأ صورة ليك وللفشل متاعك إنه عمل لك العصيان المدني، والعصيان المدني ما نفرحوش بيه، راهو احنا رجال دولة رغم اللي معارضين ونورمالمون نفرحوا لكل شيء يصير لك ليك انت، ما نفرحوش بيه لأنه انذار بهدم الدولة، انذار بانتهاء مؤسسات الدولة. وين تحبوا تهزونا؟ تحبوا انتوما نطبعوا كيما طبعنا مع الدم وطبعنا مع الالغام وطبعنا مع العمليات الارهابيه، نطبعوا توا مع العصيان ومع انه الدوله تقول اللي تحب والمواطن يعمل اللي يحب، ونطبعوا مع القهر والغلبه والغصه اللي ركبتنا في ماشيين بيه الشيء هذا. فهموني، الحكومه هذه عندها حزام ولا ما عندهاش؟ عندها ناس مساندتها ولا ما عندهاش؟ اللي مساندينها النواب، انا نقول لكم اسبوع الجهاد من اللي دخلوا هما في اخر مكتبك اللي طردوني منه بالفلسه طلبوا تاجيل اسبوع الجهات ل 10 ماي، خاطر هما فاهمين اش باش يعملوا من 10 ماي لاخر ماي، قال شنو الاخر الاسبوع نتاع العيد ال 16، قال شنو اسبوع جهات خلي نكملوا نعملوا جلسات عامه، وريتوهم عملوا حتى جلسه عامه قبل الا جلسات القروض وفشلوا في تمرير الباقي كله. 10 ماي انت ماشي تخدم وتشوف مشاكل الجهات ولا ماشي ترقد في الدار على خاطر هذيك جمعة العيد؟ اليوم مجلس النواب اللي هو عنده دور رقابي على الحكومة راقد في الدار، نهار الجمعة مشاو مدوا في الإجراءات الاستثنائية باش يقعدوا وبداو يحكيوا كيفاش احنا باش نلقحوا، احنا يلزمنا أولوية واحنا يلزمنا بريوريتي،